وعدونا وعدوا نائب الرئيس يوم كنت موجود وغيروا كلامهم وراحوا سووا تعميم رقم 42 علشان يجي يسكنون 36، هذا ما حد يلعب علينا، احنا نعرف القانون اكثر منهم. والله يعطيكم العافيه والاعتصام قائم لا ناخذ حقوقنا، الله يعطيكم العافيه. انتم اليوم، انتم اسمعوني الشباب خليني اتكلم اكمل كلامي بس، انتم اليوم اثبتوا للاداره العليا انكم ما تسكتون عن حقوقكم، والموظف هو مسؤول عن واجهه الدوله، لازم كل الاداره العليا كلها تسمع كلام هذا. وكفو عليكم الله يعطيكم العافيه، لا احد يتحرك لن يلقى التعميم. وعندنا مثل ما قلت لكم في ناس واجد يقولون انه ما في محضر اجتماع، غير صحيح، المؤلة له تاريخ 28/10 انه عندنا محضر اجتماع على البدل الموحد، والبدل الموحد هو عباره عن يعني يقتضي عن بدل الخطا والتلوث وضضاء العدوى اللي صار لنا 4 سنوات نطالب فيها، وراح ناخذ البدل الموحد قصب، واذا ما نجح هذا الاعتصام راح نلجا الى الاضراب.